يحرص المعلمون في مدارس الكويت بترسيخ الهوية الوطنية والانتماء لهذه الأرض الطيبة في نفوس الطلبة والتركيز على أهمية الحفاظ على علم دولة الكويت. صدحت حناجر طلبة المدارس في طابور الصباح النشيد الوطني كاملا بروح وطنية شعارها الفخر والاعتزاز لعلم الوطن. وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعدي، هكذا صدحت حناجر الطلبة والطالبات في كافة مدارس دولة الكويت بالنشيد الوطني كاملا ليكون المقرر اليومي والدرس الأول في طابور كل صباح في مدارس دولة الكويت. الوطن الكويت. هكذا كان المشهد في طابور الصباح، الروح الوطنية تتجلى في أبهى صورة لها في نفوس طلبة المدارس والمعلمين في كافة المراحل التعليمية، ترجمة لخطاب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية، وكان ذلك جليا من خلال أداء النشيد الوطني كاملا في طابور الصباح في كافة مدارس دولة الكويت. طابور الصباح الهدف منه قرص روح الولاء وحب الوطن وحب العلم، كذلك حتى التشجيع من الطالبات من المعلمات للطالبات في تشجيع المستمر والحماس في أداء تحية العلم في طابور الصباح. ترسيخا لقيم المواطنة وتحقيقا لأهداف الحملة التوعوية المشتركة بهمة نحقق حنا، اليوم تواجدنا في مدرسة أمامة بنت حمزة المتوسطة بنات وشاركنا الطالبات برفع وتحية العلم في طابور الصباح، وطبعا امتدادا لحملة وزارة الداخلية لإزالة الإعلام التالفة والمتهالكة وجهنا رسالة للهيئة الإدارية والتعليمية بتذكيرهم برقم الطوارئ 112 ورقم الواتساب 931039 إذا في أي علم تالف على المباني الحكومية أو المباني الخاصة أو أيضا اللي على الشوارع اللي على الرايات في الطرقات، مجرد ما يتم تصويرها وإرسالها على رقم الواتساب سيتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن. شيء حلو ويعزز عليهم الروح الوطنية، ولازم يحفظون نشيدهم الوطني كامل عشان يعني لبعد ما راحوا يتكلمونه يقولونه كامل ويفتخرون فيه. كلمة من الكلمات بصراحة تعزز فيها، مثلا بوركتا يا وطني الكويت لنا، مرة مرتين ثلاث يوم يسمعونها يرددونها، وليسألوا لو سألوا أهلهم ولا سألوا نفسهم شنو يعني بوركتا يا وطني الكويت لنا، راح يعرفون إن شنو يعني مدى الحب الوطن والوفاء للوطن والتضحية للوطن. يا هلا فيكم أمام تحييكم بالحب والمودة، إحنا نحييكم. وزارات التربية والداخلية والإعلام ومركز التواصل الحكومي حملوا على عاتقهم مسؤولية الحملة الوطنية تحت شعار بهمتنا نحقق حلمنا، والتي تهدف إلى توعية المعلمين والطلبة بأهمية الحفاظ على علم الكويت واحترامه ترسيخا للهوية الوطنية والانتماء لوطن النهار. اليوم أنا حييت العلم، وهذا يعني درس يومي احنا دائما ناخذه من طابور صباحي. اليوم حييت العلم ووايد كان وناسه. وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعدي، وطني الكويت سلمت للمجد. يا مدى بائل كتبوا صفر الغلود فنادت الشهوب، الله أكبر إنهم عرب طلعت كواكب جنة الخلود. التأكيد على حماية علم الكويت الوطني والحفاظ عليه كونه هوية ورمزا للدولة مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
النشيد الوطني كاملا هو العنوان الأكبر المحفور في قلوب ونفوس الطلبة في كافة المدارس، ليكون بمثابة تحية إجلال وتقدير شامخة للوطن الكويت من بوابة طابور الصباح في كافة مدارس دولة الكويت. فهد التركي، قناة الأخبار.